ما هي ممكن تثبت اللي دي فلوسها، يعني هي كانت عبيطه ولا اللي معاها عبيط؟ دي اكيد عارفه كويس قوي هي بتعمل ايه، ولو مشيت رسمي هتعرف تطلع منها. عندها ضمير يا سمية، واللي عندهم ضمير ما بيسلكوش لما بيغلطوا، ما بيعرفوش يكملوا للاخر. الولية دي معهاش اي ورق بيع ولا اي حاجه تثبت، ولو كان معاها حاجه تثبت كانت طلعتها. الست دي خلاص اتفضحت قدام عيالها وقدام المنطقه كلها، مش هيقوم لها قومه. انت ربنا ما يحكمك على حد. مسافره ومطمنه قوي، كانتش عارفه ان العلاقه بالولية اللي اسمها مروه دي، وعرفت سكتها. قال ايه، كانت هترمي لي الفلوس على الجزمه، وانا بقى ما يخصنيش هي جابتهم منين. كانت فاكره ان هيخش عليها الفيلم الحمضان ده بتاع السفر والغيبه بتاعتها دي. الولية دي ما تعرفش، لو انا عايز اعرف اي حاجه بتحصل في بيتها هي ما تعرفهاش اعرف. ايوه كده الناس هتفهم انك مش هتهدها على دماغهم دلوقتي. بس يعني لو حد حاول يعمل معاك حاجه كده ولا كده هتجيبه. بقيت الناس ما فيش منهم خوف، خطر ان حد يجي لي زي ما جات لي نعيمه كده ويقول لي خد فلوسك وهات وصلاتنا، مش ماشي. بس على مين؟ خلصت خلاص.